إجابة جاءت على البنك المركزي. نقرأ فقرة فقرة، معلش، وهنحلل فقرة فقرة مع حضرتك. الفقرة الأولى، البنك المركزي بيقول شهد سوق الصرف حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط يسجل 29.61 بنهاية تعاملات اليوم الاثنين. فضلي يا فندم اشرح لنا هذه الفقرة. حضرتك لو تسمح لي أقول كلمة. فضلي. أولا التقرير ممتاز ليه؟ لأنه في شفافية، في توضيح لما تم في ذلك الوقت، لأن حضرتك عارف، معلش أنا هكون صريحة جدا، الكلام اللي بيتداول بدون أسس بياخد ساعات المواضيع خارج الحقيقة. أيوة. فكون إن البنك المركزي يطلع بيان صحفي يوضح فيه اللي تم بالظبط من يوم، من خليني أرجع بقى، من بعد الاتفاق مع الصندوق والإفصاح عن البنود بتاعته يوم الثلاث، ويبتدي سعر الصرف المرن يشتغل ويبتدي نشوف الحركة شكلها إيه، ابتدى يطلع تقرير فيه شفافية ووضوح، ووفرة العملة جت ازاي وبالتالي اثرت ايجابيا ازاي على نزول سعر الدولار من ال 32 الى 29.61 ده في اليوم الاول. فانا شايفة ده التقرير بصراحة ممتاز من هذه الناحية. طيب البنك قال لنا كمان رصد مجموعة المؤشرات الإيجابية متعلقة بسوق الصرف، زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة التحولات المصريين بالخارج، وكذلك قطاع السياحة، ورصد عمليات دخول مستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى منذ الأربعاء الماضي مبالغ تخطت 925 مليون دولار. اتفضلي. تمام. شوف حضرتك، هو قال لك طيب هو الدولار نزل ليه؟ الدولار نزل لأن أنا جات لي عملة. العملة دي جات لي منين؟ انا جات لي واحد من السوق المحلية، في ناس ابتدت تحط دولارات، في تحويلات مصريين من الخارج جت، السياحة دخلت دولار، واخيرا بقى ان ابتدى المستثمرين الاجانب اللي هم كانوا عن اللي هي يعني الصناديق اللي اتحركت كلها توورز السوق الامريكاني وابتدت انها تستثمر هناك ابتدت ترجع لمصر. ليه؟ لأن أولا أنت أصبح عندك فايدة عالية، الفايدة دي أثرت على سعر أذون الخزانة بشكل كبير، وبالتالي الفايدة هنا أصبح ليها تأثير، أذون الخزانة بقت تجيب عائد كويس قوي قوي. إلى جانب أنت ماضي مع الصندوق، ففي ثقة في الدولة، ومن هنا أنا أثق في مصر وأثق في الإصلاح الاقتصادي وعندي عائد كويس أنا راجع. وبالتالي ظهر بالنسبة لنا الأرقام اللي هي قال لك رصيد الوفرة اللي حصل يومها من الدخول كان 925 مليون دولار أمريكي، قريب من المليار دولار. طيب البنك هنا بيقول لنا هي دخول مستثمرين أجانب مرة أخرى، هل دول نقدر نقول وعايز حتى يعني أنا بطرح السؤال وحك تقول لنا الحقيقة، هل دي أموال ساخنة ولا دي بعيدة عن الأموال الساخنة؟ بص حضرتك، هي دخول مستثمرين للسوق مرة أخرى ممكن تحتمل الاثنين.